مساء الخير. في مثل هذا اليوم فتح ابن جبل الزاوية المقدم حسين الهرموش فتح باب البطولة، وكان أول من أعلن انشقاقه عن النظام قبل 9 سنوات من الآن، لينضم إليه المقدم ياسر العبود والعقيد أبو الفرات والرائد أحمد البحبوح وكثيرون غيرهم، منهم من أفضى إلى ربه دفاعا عن أهله وعرضه، ومنهم من لا يزال حيا ثابتا على المنهج والعقيدة والقضية. وشتان بين هؤلاء وبين فصائل تأتمر بأوامر الداعم وانتهت بتسليم سلاحها وبلدها إلى المحتل. تم تسليم الهرموش ومرت السنوات ونسي هذا البطل، وجعل من شخصيات هزلية أبطالا. وعلى سيرة الأبطال المزيفين والشخصيات الهزلية، زار أبو محمد الجولاني قبل أسبوع أو يزيد منطقة جبل الزاوية والتقى بالوجهاء والنشطاء. تندر بعضهم وقتها وقالوا: نستودع الله ما تبقى من الجبل، سيهجم النظام عليه ويأخذه لا محالة. لم يمض أسبوع على تلك الزيارة إلا وكان فصيل حراس الدين المتشدد يهاجم أحد مواقع النظام في سهل الغاب، خطوة رأى فيها كثيرون بمثابة منح موسكو والنظام ذريعة لنقض الاتفاق، وهو فعلا ما يجري الآن. وطبعا موسكو وعميلها لا يحتاجون لذريعة. اليوم وبعد 3 أشهر من الهدوء، المقاتلات الروسية تقصف جنوب إدلب، النظام يحشد تعزيزات في المنطقة طيلة الأسابيع الماضية، وهيئة تحرير الشام تدفع بأرتال إلى جبل الزاوية، ومئات المدنيين الذين كانوا قد عادوا لتوهم هربا من المخيمات لتحصيل أرزاقهم في قراهم وأراضيهم عادوا للنزوح مجددا، وجميع الصفحات والمواقع والمراقبين والمحللين يتوقعون عملا عسكريا خلال الأيام القليلة القادمة، وأن صيف إدلب هذا سيكون ساخنا جدا ولا يمر من دون معركة حامية. فهل ما يجري في إدلب هو تصعيد عابر والمنطقة ستعود للهدوء، أم أن هذا التصعيد سيستمر؟ هل تعزيزات النظام الأخيرة هي هجومية للسيطرة على مناطق جديدة، أم دفاعية للحفاظ على سراقب ومعرة النعمان، خاصة أن النظام خبر قدرة المسيرات التركية؟ كيف سترد تركيا على أي عمل محتمل جنوب إدلب، خاصة وأنها اليوم تمتلك أوراقا أكثر قوة؟ هل صحيح أن أنقرة أوعزت إلى الفصائل بالرد على أي تقدم للنظام؟ ما الذي يضمره الروس لإدلب، وهل يمكن لهم شن عملية عسكرية في ظل كثافة الوجود العسكري للأتراك؟ أهلا بكم إلى التفاصيل. غارة جديدة للاحتلال الروسي استهدفت قرى عدة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب بريف حماة بعيد أكثر من 3 أشهر على اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب الحملة التي استهدفت المدينة بداية العام الجاري. القصف الروسي الذي تجاوز أكثر من 30 غارة خلال 24 ساعة الماضية أعاد لأذهان المدنيين في المناطق المستهدفة الحملة العسكرية التي شنت قبل أشهر وأدت لسقوط مئات القتلى والجرحى، الأمر الذي دفع الكثير من العائلات إلى النزوح لمناطق أكثر أمنا، حيث أدت الغارات لسقوط عدد من الضحايا لا سيما في قرى بيلون وكان صفرة والموزرة، فضلا عن إصابة عدد من المدنيين بجروح بينهم أطفال ونساء كما وثق الدفاع المدني في إدلب. ويفتح الاعتداء الروسي الأخير باب الاحتمالات عن إمكانية انتهاء صلاحية الهدوء في المنطقة إذانا بعودة المعارك، حيث طالما أعلنت قيادات روسية عن ضرورة إعادة إدلب لسيطرة نظام أسد، ما يعني ربما أن الاتفاق الروسي التركي قد ذهب أدراج الرياح، خصوصا مع الانتكاسات الروسية في ليبيا والتي يرى الروس أن الأتراك كانوا سببا بها، ما قد يؤدي إلى رد فعل روسي مكانه سوريا ويستهدف
يستهدف المدنيين كفعل استفزازي لتركيا التي طالما تعهد رئيسها بحمايتهم فيما تبقى من مناطق خارج سيطرة نظام أسد، مؤكدا مرارا على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في سبيل تحقيق ذلك، فضلا عن الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية التركي سليمان سويلو إلى قرى إدلب، والتي فسرها مراقبون بأنها تأكيد على التواجد التركي القوي في الشمال السوري. حسابات لا يدفع ثمنها غير المدنيين في سوريا، فتقصف بيوتهم ويقتلون وينزحون دون أن تكون هناك أي حماية حقيقية لهم. فعلى مدار الأشهر الماضية التي وقع فيها وقف إطلاق النار التركي الروسي، لم ينتهي نظام أسد عن خرق الهدنة ومحاولة التقدم في مناطق جبل الزاوية، مستهدفا إياها بقصف متكرر حاولت روسيا إنكاره مرارا، لتتحول في نهاية الأمر من ضامن للتهدئة إلى معتد طالما قتل السوريين خلال السنوات الماضية. أرحب بضيوفي عبر سكايب من إدلب بمراسل أورينت نيوز جميل الحسن، بضيفي عبر سكايب من موسكو المحلل السياسي الروسي سيد إفغيني سيدروف، وبضيفي من إسطنبول عبر الأقمار الصناعية الدكتور يوسف كتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، وبسيادة الغميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي معنا أيضا من إسطنبول. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل، أبدأ معك جميل الحسن مراسلنا من إدلب، التطورات بشكل مقتضب ميدانيا لديك بعد 3 أشهر من الهدوء بجراء الاتفاقية التي وقعت بين تركيا وموسكو في شهر آذار، تفضل جميل. نعم أحمد، في الحقيقة دعني أبدأ بآخر تحديث. طبعا اليوم منذ ساعات الصباح الأولى كان هناك عدة غارات جوية من قبل طيران تابع لقوات الاحتلال الروسي على قرى وبلدات جبل الزاوية، ونخص بالذكر هنا محيط بلدة بليون في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابات أيضا في صفوف المدنيين. وبعدها لم يكن هناك أي إقلاعات وسادت المنطقة حالة هدوء حذرة على جميع المحاور وأيضا على جميع قرى وبلدات ريف جبل الزاوية وقرى وبلدات سهل الغاب طبعا بريف حماة الغربي. سبق في آخر 24 ساعة قامت غرفة عمليات وحرض المؤمنين وتحت عنوان ردا على الخروقات المستمرة من قبل ميليشيا أسد الطائفية المتمركزة في سهل الغاب والمتمركزة في سراقب والمتمركزة في الحواجز المتواجدة بريف إدلب الجنوبي باستهدافها اليومي بقذائف مدفعية على الأماكن السكنية، خاصة بعد أن شهدت بعض المناطق المتاخمة لخطوط الجبهات عودة بعض العوائل بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي عاشوها في النزوح إلى هذه القرى والبلدات. فقاموا بعمل عسكري هو عبارة عن إغارة على منطقة المنارة وأيضا المعروفة باسم طنجرة وبلدة الفطاطرة، تمكنوا خلالها من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيا أسد والميليشيات الشيعية تحديدا هنا الإيرانية التي كانت متواجدة هناك، ومن ثم انحازوا عن تلك المنطقة. تبعها أكثر من 30 غارة جوية، إذا ما أحصينا عدد الغارات الجوية التابعة لقوات الاحتلال الروسي خلال 24 ساعة قاربت 40 غارة جوية، وأيضا عشرات القذائف المدفعية والصاروخية التي تركزت بشكل مباشر على الموزرة وأيضا غارات. هذه الغارات الإجمالية 30 أو 40 غارة جميل على جبل الزاوية فقط أم أيضا على سهل الغاب بالمجمل؟ أيضا نعم، هذه الغارات كانت على سهل الغاب وأيضا جبل الزاوية كفرعويد الفطيرة أسفوها وصولا إلى طنجرة محور الاشتباك الذي سيطرت عليه غرفة عمليات وحرض المؤمنين، وأيضا محاور الإسناد التابعة للفصائل المقاتلة التي كانت متواجدة هناك. ومن ثم بجبل الزاوية يعني جميل، خليني أفهم منك بعض الشغلات أيضا بجبل الزاوية، كيف هو الوجود التركي سواء نقاط مراقبة أو آليات عسكرية أو جنود أتراك؟ نعم، هذه النقطة مهمة جدا. عندما بدأت ميليشيا أسد الطائفية خلال ال10 أيام الماضية باستطلاع ناري يسمى عسكريا بمحاولات تسلل محاولات تقدم على محاور الرويحة وعدة محاور بجبل الزاوية، كان هناك أيضا استخدام تعزيزات عسكرية ميليشيا أسد الطائفية. هنا الجيش التركي بعد توقفه لفترة ما يقارب الشهر دون استخدام تعزيزات عسكرية عاود الاستخدام وبدأ بتعزيز قوته في جبل الزاوية بدءا من مدينة أريحة، ونخص بالذكر هنا خلال 15 يوم الماضية كان هناك انتشار للجيش التركي وللعناصر التابعين للجيش التركي في مدينة أريحة بشكل كثيف، وكان هناك عمليات عسكرية متواصلة وعمليات تدريب للجيش التركي واستطلاع للمناطق والطرقات، وأيضا كان هناك تعزيز لعدة نقاط تركية داخل جبل الزاوية خصوصا في المناطق القريبة والمتاخمة من أماكن سيطرة ميليشيا أسد الطائفية في بلدة إحسم وغيرها من قرى وبلدات جبل الزاوية أكثر من 4. وهو ما يشي بشكل أو بآخر بعمل عسكري أو مواجهات ربما يا جميل، صحيح؟
نعم، حاليا ما ننظر إليه من حشودات من قبل ميليشيا أسد الطائفية وما يقابله من تعزيز من قبل الفصائل المقاتلة بشكل كبير جدا، ونخص بالذكر في جبل الزاوية أعداد كبيرة من الفصائل المقاتلة جميعها تواجدت في تلك المنطقة، وأيضا تعزيزات الجيش التركي. فهذا الأمر يعني ينذر بحرب قادمة لا نعلم من سوف يبدأها. شكرا جميلا لك، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا جميل الحسن مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من إدلب. أنتقل إلى ضيفي من إسطنبول، ورحب بك معنا من جديد سيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي. من خلال مراقبتك للأحداث، هدوء نسبي ساد منطقة شمال غرب سوريا وتحديدا المناطق التي شملها الاتفاق الروسي التركي لمدة 3 أشهر اليوم، أو ليس اليوم يعني منذ أسابيع، منذ أيام، الحشود من الطرفين سواء من الفصائل المقاتلة والجانب التركي أو من روسيا بالغارات العسكرية التي سمعت إليها قبل قليل من مراسلنا، الحشود العسكرية للنظام وحزب الله وإيران على مناطق ساخنة جدا في على حدود جبل الزاوية. ماذا تفهم من كل ما يحدث حاليا بإجماليه بنظرة عسكرية واستراتيجية سيادة العميد؟ تفضل. تحياتي لك أخي أحمد، تحياتي لضيوفك الكرام، وندعو إن شاء الله بالخروج العاجل وفك أسر المقدم حسين هرموش ورحمه الله إن كان من الشهداء. هلأ بالنسبة للي عم بيصير في إدلب أو بأرياف إدلب الجنوبية وأرياف سهل الغاب، من ننتبه أنه هاي المنطقة كلها اليوم تخضع لتفاهم تركي روسي. تم آخر اتفاق بخمسة آذار ما بين الرئيسين أردوغان وبوتين. صحيح. في ناس استفادت من هالاتفاق وفي ناس تضررت من هالاتفاق. تركيا مستفيدة من الاتفاق. نعم. المدنيين بالمناطق المحررة مستفيدين من هذا الاتفاق، روسيا بشكل ما مستفيدة من هذا الاتفاق، لكن أيضا هناك أطراف متضررة. يعني اليوم نظام الأسد متضرر من هذا الاتفاق. اليوم الضائقة الاقتصادية اللي عم يعيشها، التململ بالداخل، عودة المظاهرات، الصراع الداخلي ما بين رامي مخلوف وأسماء، كل هالمظاهر هي لو كانت هناك حرب كان صمتوا على مبدأ لا صوت يعلو عن صوت البندقية. ايضا قرب ايران قرب تطبيق قانون اليوم قيصر. هناك حديث. صحيح، تفضل تابع. قرب تطبيق قانون قيصر، هذا بيشمل الوضع الاقتصادي كمان. ايران اليوم هناك حديث اسرائيلي، حديث روسي، حديث امريكي عن اخراج ايران من سوريا. لا، لازم ايران ترجع المعارك حتى يكون لها دور بالمعركة. اليوم روسيا أي معركة بتديرها داخل الأراضي السورية تحتاج إلى العنصر الإيراني. وبالتالي من مصلحة إيران على مبدأ حفار القبور ما بيشتغل إذا ما في موت. وإيران نظام الأسد إذا ما في موت ما فينا يشتغلوا. أيضا اليوم روسيا دخلت على الخط. اليوم ما يحصل في ليبيا تدفع فواتيره في سوريا. اليوم المحور الروسي مع حفتر. ليش تدفع فواتيره في روسيا؟ لحد الآن ما في شيء سيادة العميد. صحيح الكفة التركية تميل أكثر، هي الأقوى في ليبيا، ولكن في سوريا الأمور لسه يعني ضمن الاتفاق. خلينا نقول يعني لما بيكون مبارح عندي 30 غارة روسية واليوم حتى مساء اليوم عندي حوالي 20 غارة روسية، طيب الروس ليه عم يخربوا الاتفاق اللي هن وقعوه؟ وبالتالي في هناك فواتير تدفع والجبهات متواصلة، الملفات السياسية متواصلة، ملف الليبي الملف السوري على توافق كامل. وبالتالي من الطبيعي أن ما يحصل في ليبيا تدفع فواتيره في إدلب. هاي نقطة. طيب اليوم شو اللي عم يصير؟ نحن من فترة 3 أسابيع عم نحذر هناك حشود لحزب الله في جبل الزاوية وفي منطقة معرة النعمان وفي كفرنبل بالتحديد. هناك حشود إيرانية، هناك حشود للنظام من تادف وحتى أرياف حلب الغربية، هناك هجمات عم تصير، الطيران المسير شاهد الإيراني هو اللي عم يقصف. وبالتالي هالحشود هاي نبهنا لها. طيب اليوم شو الحل؟ أنا بشوف دائما تركيا تتحمل المسؤولية. بالدرجة الأولى أن تركيا لما حكينا عن المتضررين نسينا نقول أيضا أنه جبهة النصرة وأتباعها متضررين، لأن أي حل في سوريا مثل ما عم ينحكى لك تشكيل مجلس عسكري انتقالي. أول بند على أجندة المعسكر أو يعني هو سحب السلاح ومحاربة التنظيمات الإرهابية، والغرباء تشمل حزب الله وتشمل إيران وكل مرتزقة إيران
وتشمل أيضا جبهة النصرة، تشمل حراس الدين، تشمل أنصار الدين، تشمل حزب التوحيد، وبالتالي كل هؤلاء متضررين. تركيا اليوم تتحمل مسؤولية بجهتين. الجهة الأولى لو خلصنا من هالأوباش الإرهابيين اللي هن جبهة النصرة وحراس الدين وحزب التحرير وأنصار التوحيد والأوزبك والتركستان، اليوم كانت المنطقة المحررة أو المنطقة الشمال مضبوطة، ما كان حد يتحرك. اليوم كل فصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية ملتزمة بالقرار التركي لأنه وكلت الجانب التركي عنا. طيب هدول الأوباش لو خلصنا منهم بعد 3 شهور أنا بعتقد ما كنا شفناه سيادة. جميل. النقطة الثانية بس اليوم ما بس تزال بس تسمح لي خليلي النقطة الثانية شوي بس وجبهات التماس خطوط التماس سيادة العميد مع النظام 70% يسيطر عليها يا سيادة العميد تدمير الشام إذا كنت عم تسمعني أو حراس الدين أو أنصار التوحيد أو الأوزبك أو تركستان وبالتالي تركيا تملك السيطرة عليهم سيادة العميد وهؤلاء عم يشوفون كيف عم يضيقوا على أهلنا وكيف عم يفتحوا معارك بوقتها. اليوم أنا بدي استخدم كلمة أرجو أن الأخ جميل ما عاد نستخدمها، اليوم بالعسكرة عندنا تقدم وعندنا انسحاب، هي كلمة انحياز هي لجبهة النصرة لتزين عملية تقهقرة وانسحابها، لذلك أرجو أنه ما بقى نستخدم هالكلمة. النقطة الثانية اللي هجموا على الفطاطرة واللي هجموا على المنارة هم أنصار التوحيد وهم حراس الدين، فصائل الثورة لم تتقدم بعمل عسكري إنما كانت عم تمارس عملية الدفاع عن النفس في المواقع اللي تعرضت لهجوم. طيب أرجو أن تضبطونا الصوت مع سيادة العميد لأنه ما كان عم يسمعني. على كل الأحوال سأعود إليك من جديد بعد قليل. أنتقل إلى ضيفي أيضا من إسطنبول دكتور يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، سامحنا على طول الانتظار وأهلا بك ومرحبا من جديد دكتور يوسف. قال لك نقطة قبل قليل ذكرها سيادة العميد من قبل من 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 ضمن نقاط كثيرة أن ما يحصل في ليبيا اليوم تدفع فواتيره في إدلب وبالغارات الروسية التي تخترق أو تنقض الاتفاق الذي وقع في أذر بين الرئيسين بوتين وأردوغان إلا خير دليل على ذلك. بدي ترد على هذه النقطة وأيضا تشرح لنا لماذا هناك حشود عسكرية تركية متزايدة اليوم في جبل الزاوية بعد توقف لأكثر من شهر من الحشد. بداية السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، عدنا بعد طول غياب والعود أحمد، وتحياتي لك وللسادة المشاهدين والإخوة المشاركين. ولا بد أن نقول يا سيدي بأن لا أتفق مع كلام ضيفك والكثير من التعليقات سواء من الذي تم ذكرها من قبل المراسل وأيضا من قبل سيادة العميد في خصوص تحميل تركيا المسؤولية في أكثر من ناحية، وأيضا في ما ذكرته المراسل أعطانا معلومات يا دكتور يوسف تدفع ما حلل ولا حمل حدا ولا مسؤوليته أنه يحمل حدا، أعطانا معلومات وانسحب. فضل. نعم سأرد على كل ما تم ذكره ولكن دعني أبدأ من حيث انتهيت عندما تم ذكر بأن ما يحصل في ليبيا تدفع فاتورته في سوريا. هذا تعبير غير دقيق وغير منطقي، هذا ربما تعبير تحليل عسكري، أما التحليلات السياسية فلا تقول ذلك أبدا. التوازنات الإقليمية والتوازنات الدولية والعالمية تقول بأن عندما يكون هنالك عدة مسارات في التعاملات والعلاقات التركية مع أي دولة أخرى يتم عمل حساب أيضا ردود الأفعال في هنا وهناك. نعم ربما لا يؤمن. إذن دكتور ماذا تفسر كيف تفسر الغارات الروسية اليوم على جبل الزاوية؟ مو في اتفاق اليوم وقع بين موسكو وأنقرة؟ إذا كنت عم تسمعني طبعا، إذا ما عم تسمعني لعد لك السؤال. لا نعم أسمعك، نعم أسمعك بشكل جيد. هذه الغارات يا سيدي ليست أول غارات في نقض الاتفاقات، يعني روسيا ليست بحاجة لأي ملفات خارجية أو علاقات متوترة في دول أخرى مع تركيا لتقوم بهذه الغارات. روسيا هي التي نقضت الكثير من الاتفاقات داخل الملف السوري بدون أن يكون هنالك أسباب مباشرة، وبالتالي تتحجج هي بأن هنالك خروقات لوقف إطلاق النار من منظمات إرهابية من محسوبة على المعارضة، ورأينا ذلك أنها تريد أن تخلق الذرائع. وأنا لا أتوقع وأنا لا أستغرب إذا ما كان هنالك حقيقة من هو يعمل لصالح النظام ويعمل لصالح الميليشيات الإيرانية وتستفيد روسيا من خروقات الذين هم يعتبروا فصائل متشددة تخدم مصالحهم لتعطى مبررات للهجوم. أذكر أيضا دكتور يوسف إذا تسمح لي بس نتناقش أنا وياك أيضا مو مجرد مقاطعة، أذكر أحد التصريحات التركية وصحح لي إذا كنت مخطئ
على ما أظن جاويش أوغلو عندما قال قبل فترة وجيزة ليست بالطويلة لن نتخلى عن إدلب وسنبقى ندافع عنها مع التطورات اللي كانت عم تحصل في ليبيا. كيف يترجم هذا التصريح على الأرض اليوم؟ إذن دعني أعطيك ما عندي من معلومات وأعطيك ما عندي من تفاصيل أتوقع أنها ستعطي الضوء بشكل واضح. وأنا دائما تعودت أن أعطيكم دائما أن يكون هنالك استشراق أو استقراء لما سيحدث. مشكورة. بداية بعدما تم التوقيع الاتفاقية بين تركيا وروسيا أصبح الاتفاقية هذه اعتبرت اتفاقية دولية لتحقيق هدف أساسي بالنسبة لتركيا، ألا وهو أن يكون هنالك منطقة آمنة حدودها تم التوافق عليه هو الإنفور. شمال الإنفور سيكون تحت الرعاية التركية بشكل مطلق، لن يكون هنالك أي سيطرة لا لروسيا ولا للنظام ولا لإيران ولا أي دولة أخرى. وما جنوب خط الإنفور فهي منطقة غير آمنة، وتركيا أجلتها إلى المرحلة التالية وهي العودة إلى ما سميت حدود سوتشي. نحن نعلم بأن الاتفاق الأصلي هو حدود سوتشي، ونقاط المراقبة ما تزال خارج الاتفاق الذي تم توقيع في 5 آذار في هذا العام. إذن المرحلة القادمة هي مرحلة الإنفايف، وضم المناطق الأخرى التي هي ما تزال خارج السيطرة أو خارج المنطقة الآمنة هي قيد المفاوضات بين تركيا وروسيا. ما يحدث الآن من استهداف لجنوب إدلب، وما يحدث الآن استهداف لغربي حماة وجبل الزاوية والمحاولات هنا وهناك تعطي انطباع حقيقي وقوي بأن واحد تركيا هي موجودة على الأرض بقوة، لن يمكن ولا يمكن تسليم إدلب وما تم الاتفاق عليه شمال الإنفور. جنوب الإنفور هو الآن قيد المفاوضات والمباحثات وتبقى مناطق غير آمنة، وهي الآن بين الكر والفر وبين المباحثات السياسية والدبلوماسية. رابعا زيارة وزير الداخلية سويلو إلى قرى إدلب وإلى ريف إدلب تعطي انطباع كامل بأن تركيا مسؤولة في هذه المناطق، لن يتم تسليم إدلب ولا ريفها بأي حال من الأحوال. المناطق التي هي الآن الشرق أو تعتبر في الام 5 وخصوصا المدن الاستراتيجية، إذا كنا نتكلم عن سراقب خان شيخون ومعرة النعمان، فهي على الملف المفاوضات التركي الروسي ونقاط المراقبة لن يتم زحزحتها ولن يتم التنازل عنها، ولكنها يجب أن تبقى ضمن السيطرة التركية القادمة. الآن هي مع الأسف ضمن المناطق التي سيطر عليها النظام. طيب كلام جميل جدا دكتور يوسف. طيب اليوم قال لك نقطة مهمة وأريد منك الرد أيضا. قبل قليل سيادة العميد قال لك سواء في المرحلة الانتقالية للحل السياسي في سوريا أو سواء من كل الحجج والشماعات كما قلت قبل قليل التي تتخذها روسيا في تنفيذ أي غارات وليست المرة الأولى كما قلت وهذا صحيح، لماذا السؤال لماذا تتركون فصائل إرهابية راديكالية موجودة في إدلب اليوم مثل أنصار الدين، أنصار التوحيد وحراس الدين وجبهة النصرة في هذا الفصيل الكبير؟ إذا دعني أصحح هذه المعلومة. تركيا لم ولن تترك هذه الفصائل. تركيا أعلنت أنها منظمات إرهابية وأعلنت بأن هذه المنظمات يجب أن تقوم بتفكيك نفسها وتقوم بعمل ما يلزم. تم تحييدها بالمطلق عندما تم ضم جميع الفصائل تحت ما يسمى الجيش الوطني الحر، وتم تهيئة أو دعم الجيش التركي من خلال الجيش الوطني الحر أيضا. وهذه الفصائل هي فصائل غير مرحب بها وغير مرغوب بها، ويتم التعامل معها بما يلزم. وهنالك يجب أن نعلم أن هنالك اختراقات واضحة ضمن هذه المنظمات ضمن هذه الفصائل. كيف يتم التعامل معها بما يلزم؟ أتوقع بأنها نعم هنالك أمور يتم التعامل معها إما بتحييدها أما المطالبة بتفكيك نفسها إما بأن يتم طلب الخروج منها بطريقة معينة. الكثير من الآليات لا يمكن الحديث عنها في هذا السياق، ولكن تركيا لا تسمح ولا تريد أن يكون هنالك أي خروقات للاتفاقات التي تمت بعد أن قدمت الدماء وقدمت الجهود الدبلوماسية والسياسية المكثفة. إذن تركيا في مناطق نفوذها أو المناطق الخاضعة كما سميتها للرعاية التركية في شمال الام 4 وجود هؤلاء يضر بمصالحها بالدرجة الأولى. طبعا يعني وهذا تم التركيز عليه مرارا. وبالتالي تركيا لا تريد أن ترجع إلى الوراء ولا تريد أن يتم إفشال الاتفاق الذي تم. بالعكس تركيا تريد
البناء على ما تم الاتفاق به، البناء من خلال مراحل متقدمة لتوسعة هذا الاتفاق ليشمل الوصول إلى الحدود المتفق عليها سابقا وهي حدود سوتشي ونقاط المراقبة التركية، وبالتالي التعامل بحزم والتعامل إما من خلال الضغط الدبلوماسي والسياسي أو ربما إذا استلزم الأمر التحييد بطرق معينة من خلال عدم إعطاء أي دعم أو إعطاء أي تغطية أو إعطاء أي تبادل معلومات. يجب أن يكون هنالك استقرار في هذه المنطقة، وبالتالي من يعارض السياسة التركية من المجموعات المتشددة فيعتبر خارج النطاق التعاوني والأمني. جميل. الذي تسعى له تركيا. لا طيب. يمكن تنسيق مع خطط تختلف أو تعارض التوجه التركي سياسيا ودبلوماسيا. طيب أنتقل إلى ضيفي من موسكو، ورحب بك معنا من جديد السيد إفغيني سيدروف المحلل السياسي الروسي. السيد الدكتور يوسف كاتب أوغلو قبل قليل قال لك إن ما يحصل في ليبيا وأن تلجح كفة تركيا هناك بدعمها لحكومة السراج والتقدم العسكري على الأرض لا علاقة له نهائيا بما يحصل في إدلب، يعني بمعنى أن الموضوع منفصل نوعا ما، وهو ما عكس ما قاله سيادة العميد قبل قليل بأن ما يحصل في ليبيا تدفع فواتيره في إدلب. سؤال لحضرتك، إن لم تكن هذه المعادلة صحيحة الربط بين الملفين السوري والليبي، لماذا تنفذ روسيا اليوم مخترقة الاتفاق مع تركيا تنفذ غارات في إدلب اليوم، غارات جوية؟ نعم، اولا مساء الخير لك ورسالة المشاهدين وضيوفك الكرام. بالنسبه لي اذا سمحت ابدا من العلاقه المباشره ما بين يحدث في ليبيا وسوريا. لا اعتقد بان هناك ترابط بين هذين الملفين، يعني موضوعيا طبعا فيه من الناحيه الاستراتيجيه موجود، ولكن اذا اخذنا على سبيل المثال العلاقات أو طبيعة العلاقات الروسية التركية، أنا شخصيا لا أشك بأن هناك صفقة ما يمكن أن تبرم بين موسكو وأنقرة، وهي بعنوان إدلب مقابل ليبيا. لا أعتقد بأن ذلك ممكن. أما جزء الثاني من سؤالك فيما يتعلق بالغارات الروسية، فيبدو أن روسيا تحاول، أو ربما هذا ما يعكس الواقع، تحاول أن تصور الأمر وكأن هذه الغارات كانت ردا على الاستفزازات التي قام بها مقاتلو هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا، وهذا ما ربما أجبر الطائرات الروسية على. بس هذا نفهمه، هذا نفهمه في سهل الغاب حيث يتواجد فصيلي أنصار التوحيد وحراس الدين وهم لا علاقة لهم حاليا بجبهة النصرة. 40 غارة قال قبل قليل خلال 24 ساعة الماضية نفذتها روسيا في كلتا المنطقتين، في جبل الزاوية وسهل الغاب، بمعنى أنه ما مبرر الغارات اليوم في مناطق لا يتواجد فيها لا حراس الدين ولا أنصار التوحيد اللي هن بدأوا بالهجوم على نقاط للنظام. صحيح، ولكن أحمد بالنسبة للغارات والتطورات الأخرى، روسيا لم تبدي أي رد فعل. المصادر العسكرية الروسية لم تتحدث إلا عن بلدة طنجرة وعن هجمات لمقاتلي بعض التنظيمات الإرهابية، ربما بينهم النصرة وبينهم حراس الدين، وهذا يعني أن هناك تبرير لمثل هذه الغارات. بالنسبة للتطورات الأخرى ليس هناك من أي رد فعل، وبالتالي لا يمكن أن نتوصل إلى أي استنتاجات حول طبيعة الرد الروسي على ما يحدث الآن. بالنسبة لي خلينا نرجع طيب للاتفاق. الاتفاق ما زالت ملتزمة فيه وفق نظرتك ورؤيتك لتطورات الأحداث، الاتفاق تبع 5 آذار بين موسكو وأنقرة، هل ما زال الجانب الروسي ملتزما به إضافة إلى المصالح بفتح الام 4 ولاحقا الام 5؟ أنا أعتقد بأنه انطلاقا من غياب أي رد فعل يذكر ما عدا ربما زيارة وزير الداخلية التركي، لا يوجد مثلا ما يندد بما يسمى بالعدوان الروسي أو بالغارات الروسية من الجانب التركي. هذا يعني أن روسيا وتركيا على الأقل هناك تفاهم ما أو تنسيق ما فيما يتعلق بما يجري على الأرض. بس هناك حشود، يعني النظام يحشد منذ أسابيع، روسيا تنفذ غارات جوية، كذلك تركيا عادت لتحشد في جبل الزاوية بعد الهدوء النسبي لمدة أقل من شهر. كيف نفهم، يعني لا أسألك بشق عسكري ولكن هذه التحركات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كيف نفهم التحركات العسكرية الحشود العسكرية من الجانبين طرفي الاتفاق؟
الحشود العسكرية من الجانبين ربما معناها إذا تأكدت طبعا هذه الأنباء بأن هناك لا يوجد هناك ثقة كاملة بين موسكو وأنقرة، رغم أنها على الأقل ظاهريا هناك اتفاق، هناك تنسيق، هناك تسيير دوريات عسكرية مشتركة في محيط M4، وهناك أعمال واتصالات أخرى، ولكن في الحقيقة غياب الثقة كان يميز هذه نقطة مهمة بناء على تجارب سابقة. بس سيادة العميد قبل قليل عندما سألته قال لي روسيا من وجهة نظر عسكرية واستراتيجية قال لي روسيا مستفيدة من هذا الاتفاق، وربما ما كنت عم تسمعنا، وأيضا تركيا بكل تأكيد لديها منافع كبيرة من هذا الاتفاق الذي وقع مؤخرا، ولكن الغير ممنون والغير مستفيد اليوم هما الطرفان الإيراني وميليشياتهم وطرف النظام الذي يرزح اليوم بالأزمات الاقتصادية والأمور الأخرى، وبرر أن ما يحدث حاليا من حشود ليس وراءه روسيا ولكن وراءه إيران التي دائما ما تسعى إلى استمرار اشتعال المنطقة لتخرج النظام وتخرج نفسها أيضا وتخرج كل من يريد أن يخرجها من المعادلة السورية أو تحرج. نعم، أميل إلى أنه لا يمكن استبعاد مثل هذا التطور والذي تحدث عنه سيادة العميد أحمد رحال فيما يتعلق بهذا الأمر. وموضوعيا طبعا إيران لها مصلحة في استمرار والحفاظ على التوتر والتصعيد، بينما روسيا ولو من منطق سليم يمكن أن نفهم أنها ليس الآن من مصلحة روسيا أي تصعيد عسكري، سواء كان يتعلق ببعض الفروقات التي طبعا تسجل فيما يتعلق باتفاق روسي تركي، أو مثلا بما يقال أن هناك تمهيد لعملية عسكرية واسعة النطاق تقدم عليها روسيا. أنا أعتقد بأن مثل هذه الأقاويل لا أساس لها من الصح. طيب سيادة العميد أعود إليك من جديد، العميد أحمد رحال، واليوم أو قبل فترة قصيرة أبو محمد الجولاني الجولة اللي طلع فيها على جبل الزاوية والحشودات العسكرية التي قدمت إلى المنطقة، ماذا يخشى، ماذا تخشى جبهة النصرة؟ هل تخشى عملا عسكريا من قبل روسيا والنظام على جبل الزاوية مناطق نفوذ جبهة النصرة، أم تخشى كما قال قبل قليل الدكتور يوسف الجانب التركي الذي بدأ يعني بنوعا ما تخلي أو الانتقال إلى مرحلة بدأ يحرج فيها من وجود النصرة في إدلب؟ يعني عدة نقاط مرت ولازم نوقف عندها. أولا نحن ما قلنا أن هناك صفقة إدلب مقابل ليبيا، نحن قلنا أن انقلاب الموازين في ليبيا تدفع فواتيره في إدلب، وهذا بالمنطق. يعني اليوم نحن عم نحلل بالمنطق، لما بيكون عندي اتفاق موقع بخمسة آذار مر عليه حوالي 95 يوم التزم فيه الجانب الروسي التزام مطلق برغم بعض الخروقات اللي كان يقوم فيها بعض أطراف النظام، لكن فجأة بالعشر أيام الأخيرة بعد تغير الموازين في ليبيا فجأة بيتخذ قرارين. القرار الأول أن تقوم روسيا بإمداد النظام بطائرات 129. طيب النظام صار له 5 سنين من يوم دخل الروس على سوريا ما عنده طيران، وطيران منهك وطيران مخرب، ليش خلال عشر بس هذا هذا يا سيادة العميد وصحح لي هذا قبل أن تتقدم الكفة كفة السراج وتركيا في ليبيا موضوع الطيران الطائرات الروسية؟ لا لا مترافق تماما مترافق تماما. عودة الطيران الروسي للاستطلاع من 10 أيام واليومين 3 عاد للقصف، يعني بعد التقدم، بعد اللي صار بقاعة الوطية، بعد اللي صار ببني الوليد، بعد الاقتراب على سرت، وبالتالي هون ربطنا الموضوع. هاي نقطة. طيب. النقطة الثانية اليوم الحكي عن جبهة النصرة، القرار التركي ليس بجديد، يعني جبهة النصرة موضوع على قوائم الإرهاب على الأقل من 3 سنوات في تركيا. صحيح. طيب أول بنت في أول آستانا ونحن هلق بالآستانا رقم 13 كان القرار التوافق التركي الروسي التخلص من هيئة تحرير الشام. طيب هيئة تحرير الشام زادت مساحتها مرة ونص وقضت على فصائل إدلب كلها وسيطرت على 40% زيادة، يعني كان عندها 40% من السلاح الثقيل صار عندها 80% من السلاح الثقيل بعد اتفاق الأستانة. ليه لا ما تم التخلص منها؟ بس قلك لهذه النقطة دكتور يوسف كاتب أوغلو، خلينا نوقف عندها كمان للحظة. قلك يا أخي وجود جبهة النصرة
اليوم وليس سابقا، يحرج تركيا أكثر من غيرها، تحرج تركيا أمام روسيا، يحرج تركيا أمام المجتمع الدولي الذي ينظر إلى أن هذه المنطقة وأي عمل عسكري مبرر عليها لأنها تحوي تنظيمات إرهابية، فهي ليس لديها في الوقت الراهن على أقل تقدير أي مصلحة بأن يكون جبهة النصرة أن تكون متمددة، أن تكون قوية، أن تكون حاضرة في المشهد. تفضل. الكلام شيء والواقع شيء آخر. نحن من 3 سنوات عم نقول الآن تطالب بالتخلص من هيئة تدمير الشام، المدنيين عم يطالبوا بالتخلص من هيئة تدمير الشام، روسيا عم تطالب بالكلام هذا، أمريكا عم تطالب بالكلام هذا، مصلحة تركيا تتخلص. طيب على الأرض لا، ما عم نشوف شيء. نحن عم نشوف تتمدد هيئة تدمير الشام، تسيطر أكثر، تضيق على المدنيين أكثر. طيب اليوم الحديث عن منطقة آمنة شمال الأنفور، مين بده يعطي المنطقة الآمنة؟ حد بيعطي منطقة آمنة تسيطر عليها جبهة النصرة؟ اليوم جبهة النصرة تسيطر من الساحل إلى جسر الشغور إلى أورم إلى أريحة إلى إدلب إلى أرياف حلب الغربية. هالمنطقة فيها 3 مليون سوري، مين بده يعطي منطقة آمنة لتركيا في منطقة تسيطر عليها جبهة النصرة؟ لذلك احنا عم نقول لتركيا إذا بدك تاخدي منطقة آمنة أول عمل لازم نتخلص فيه من جبهة النصرة. إذا بدنا نضبط المناطق المحررة أول عمل لازم نتخلص فيه من جبهة النصرة وأدواتها. طيب اليوم حكومة الإنقاذ تسيطر على المنطقة، لنفرض صارت منطقة آمنة جدلا، مين بده يشغل المنطقة الآمنة؟ الجيش الحر ممنوع يدخل عليها، الجيش الوطني، الجبهة الوطنية تتواجد فيها بحياة، الأمن ممنوع يدخل عليها، القضاء ممنوع يدخل عليها، المعابر بجبهة النصرة تخضع لحكومة الإنقاذ. مين بده يطبق المنطقة الآمنة؟ ما في حد يطبقها. جميل. لا حد رح يعطيها ولا رح تطبق. وبالتالي اليوم الجولاني، نرجع للسؤال، اليوم الجولاني يا سيد ويمين، اليوم بيعمل زيارة لجبل الزاوية، بيعمل زيارة للمخيمات مثل زيارات بشار الأسد، نوع من إثبات الوجود، نوع من إثبات السيطرة، نوع من إثبات القدرة، من أنه قادر على التحرك، ومن أنه لديه أريحية، ومن أنه لديه حاضنة. ليه الكلام لو نوصل له؟ جبهة النصرة يفترض من 2018 تم التخلص منها، رجعنا رتبنا المنطقة، رجعنا فردنا الجيش الحر، رجعنا ضبطنا الحدود، رجعنا ضبطنا خطوط التماس. تركيا تصبح صاحب صوت أعلى بوجود الجيش الوطني اللي بيلتزم بالقرارات التركية، وليس أن تخضع تركيا اليوم. حتى تركيا إذا تدخل اليوم رتل إلى أدلب، مع من تنسق؟ تنسق مع الجولاني، لأن ما أنا قادر أدخل بدون موافقة الجولاني. اليوم مين عم يفجر الدوريات على طريق أنفور؟ هو الجولاني وحراس الدين. اليوم مين عم يطلع تظاهرات بمنطقة إدلب وقرب سراقب؟ الجولاني. وبالتالي اليوم مشاكل المنطقة كلها تتحدى بالجولاني. طيب. نعم أنا أتوافق مع تركيا، لا نسعى إلى صدام مسلح، ويا ريت يقدروا يحلونا إياها بالحل الدبلوماسي. لكن هدول مثل إيران وحزب الله ما بيفهموا إلا بلغة القوة. حرام على المناطق اليوم تبقى تحت سيطرة الجولاني ونطلع نقول نحن عم نأخذ اتفاقيات ونحن قادرين على السيطرة. دكتور يوسف كتب أغلو، تفضل، يعني ما يقوله فعلا منطق يعني سيادة العميد. طيب سأعلق على الكثير من النقاط الرئيسية خاصة في كلام سيادة العميد، وأرجو أن تعطيني الوقت الكافي لذلك. بداية يجب عدم تضخيم الأمور وإعطائها أكثر من حجمها الطبيعي، وإظهار بأن الجولاني كأنه أصبح هو الوالي أو هو المسيطر أو الحاكم للمناطق المحررة. هذا غير صحيح، هذا يجب التأكيد عليه. وبالتالي إذا أرد أن أتكلم بالوقائع، لا ننسى بأن درع الربيع الهدف الرئيسي هو لماذا دخلت تركيا. دخلت من أجل تأمين المنطقة الآمنة بعسكرها وأعدادها وعدتها، وقدمت الشهداء لضبط الأمر عسكريا وفعليا على الميدان، ليس فقط بس سأل سؤال مهم يا دكتور يوسف، سأل سؤال مهم. في اتفاق بينكم وبين روسيا على موضوع شمال الإنفور وجنوب الإنفور، من سيقبل بجبهة النصرة أن تكون في تلك المنطقة التي يفترض أن تكون خالية من السلاح أو منطقة عازلة؟ هذه نقطة، هذا شأن يتم التداول عليه.
هذه النقطة دعني أرد أول أعلق على كلامه. هو قال نقطة مهمة أن لا أحد يملك السيطرة بما فيها تركيا على المناطق المحررة. هذا كلام غير دقيق مع احترامي له. الآن السيطرة الحقيقية هي لتركيا. نعم وجود هذه الجماعات الهيئة تحرير الشام والوجود هؤلاء الذين هم تم التغرير بهم، هؤلاء جزء منهم يتبع لمن؟ ألا يتبع لأنهم سكان من هذه المناطق؟ إيه صحيح هذا بس بالشكل العام. هذا بالشكل العام دكتور يوسف، ولكن اليوم منذ منذ بدء الدوريات، بس شوي أعطيك بعض النقاط. منذ بدء الدوريات المشتركة التركية الروسية على الام 4 حتى المظاهرات المدنية، من وراءها؟ هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة. كل الأعمال التي صارت على هذا الطريق، نعم. منعا لي طبعا اعتراضا ليس على الدوريات التركية بل على العكس على الروسية، كل وراءه هيئة تحرير الشام. وأنت تقول لي اليوم نعطيها أكبر من حجمها. طيب هذا اتفاقياتكم، نحن السوريين اليوم خارج المعادلة. نعرف. صحيح صحيح نعم، ولكن اسمح لي أن أقول لك بأن من أهم بنود الاتفاقية هي السيطرة المطلقة في المنطقة الآمنة من قبل تركيا. لن تترك لا للنصرة ولا لحراس الدين ولا لغيرها. لن يكون هنالك أي سلطة مدنية على تعطى لهؤلاء. هذا نقطة أول السطر، يجب أن نحدد النقاط. السلطة المدنية، وإذا ما لزم الأمر فالسلطة العسكرية هي التي ستؤمن ذلك، إما بالتحييد إما بالترهيب إما بالترغيب، فهذه لها أساليبها ولها آلياتها. لن يكون هنالك سلطة حقيقية على إدلب وعلى المناطق شمال الإنفور إلا بيد تركيا تماما، كدرع الفرات وغص الزيتون ونبع السلام وغيرها. السلطة المدنية بيد تركيا، هذه أول نقطة. النقطة الثانية يا سيدي، تحسبا لما تفضل به سيادة العميد بأن هنالك تمدد للنصرة وأن هنالك أكثر من مساحة كانت 40% أصبحت 80% والجولاني يذهب هنا وهناك، أيضا هذا الكلام غير دقيق. تركيا فقط بعد توقيع الاتفاق بعد 5 آذار من هذا العام بعد درع الربيع قامت بزيادة الآليات العسكرية 2468 مدرعة وآلية تم إرسالها إلى هذه المنطقة. هذه أرقام دقيقة من إدارة الجيش التركي. وتم أيضا زيادة القوات التركية إلى 25,000 مقاتل. هذه لم تذهب. يعني ماذا تريد أن تقول دكتور يوسف؟ هل مثلا تقولنا أنه لا تقلقوا موضوع جبهة النصرة سيحل عاجلا أم آجلا، هو ليس في مصلحة تركيا أولا وأخيرا، نحن المسيطرون على الأرض، أم ماذا؟ أم أن وجود جبهة النصرة من عدمه لا يحدث فارقا في مغادلة إدلب اليوم، وبالتالي نحن غير مهتمون بحلها؟ يعني بدي هيك بس باختصار. لأنه لا طبعا الواقع الحقيقي الذي يريد أن نقوله الذي يتم هو الآن تأكيده بأن تركيا لن تسمح بأن يكون هنالك خروقات للاتفاقات التي تم عليها التي تمت مع الجانب الروسي. تريد أن يكون هنالك فعلا منطقة آمنة اسم على مسمى حقيقة وتحت الرعاية التركية وتحت الضمان التركي. طيب. وبالتالي وجود من يؤمن بعكس ذلك سيهدم كل ما تم بناؤه من قبل تركيا، هذا واحد. ثانيا تركيا تقول للمدنيين يجب أن يبقوا في أمانك، كمهم 3.5 مليون، يجب أن لا يتم التغيير الديمغرافي، يجب أن لا يكون هنالك تفكير في النزوح إلى تركيا أو إلى مدن أخرى أو إلى دول أخرى. وبالتالي هذان الهدفان الأساسيان، منطقة آمنة حقيقة تحت السيادة التركية أو الحماية التركية بعدما تم التوقيع مع روسيا والتفاهم على ذلك مبدئيا كمرحلة أولى، ليست هذه المرحلة النهائية، هنالك مرحلة أخرى ستأتي. نتكلم عن حدود سوتشي والمدن التي ما تزال والنقاط المراقبة التركية التي ما تزال تبقى خارج السيطرة التركية الآن أو خارج الحماية التركية. هنالك استمرار للمفاوضات مع روسيا، ولكن يجب أن لا تخلق الذرائع تحت ما يسمى الخروقات بحجة أن هنالك من، يعني لماذا يتم اختطاف أو قتل 2 من النظام من مناطق معينة من قبل حراس الدين؟ لماذا يتم الآن استهداف بعض الأماكن التي هي يوجد فيها ما يسمى خلاف حول السيطرة عليها، مع أن وقف إطلاق النار هو ملزم للطرفين؟ هذه ذرائع تعطى بعمد وقصد من أجل أن يكون هنالك مبرر استمرار لمحاولة إفشال وقف إطلاق النار، وأن يكون هنالك استمرار للعمل العسكري. سيد يفجيني سيدروف، طيب وتريد أن تستمر
في هذه المنطقة. طيب سيد يفغيني سيدروف بالدقائق الأخيرة وأرجو بك الاختصار، قلت لي قبل قليل أن الغارات الروسية على سهل الغاب وجبل الزاوية هي فقط رد على خروقات، وفسرت لي أنه من وجهة نظرك أنه الحشودات العسكرية من كلا الطرفين هو بسبب عدم وجود الثقة بين الطرفين. هل سيقتصر الموضوع عند هذا الحد أم أن المنطقة قادمة إن صح التعبير على مزيد من الاشتعال، على مزيد من المواجهات كما حصل سابقا في اتفاقات سابقة؟ طبعا هذا محتمل جدا أحمد، المزيد من التصعيد والاشتعال يمكن أن يحدث فيما إذا لم تؤكد تركيا نهائيا نواياها المتعلقة بمطالبة روسيا بأن تساعد تركيا في الفصل بين عناصر للتنظيمات الإرهابية وفصائل إرهابية مثل هيئة تحرير الشام وبين فصائل أخرى. هذا لم يحدث حتى الآن رغم الوعود العديدة التي كان قد أعطاها الجانب التركي لروسيا مباشرة وعبر القنوات الأخرى. للأسف الشديد هذا لم يتحقق، وما لم يتحقق فسيظل احتمال تصعيد الوضع قائما. بس تصعيد الوضع يعني جربتوه سابقا، خلال أيام قليلة خسر النظام كثير من آلياته وعتاده وجنوده، هو وميليشياته وإيران وحزب الله، عندما بدأت المسيرات التركية والجيش التركي بالتدخل. نعم، ولكن روسيا لربما أسباب معينة لم تؤكد ولم تنفي مثل هذه الأنباء، وبالتالي أنا شخصيا بالنسبة لي لا يمكن أن أتحدث عن هذه الأرقام دون أن يكون هناك تأكيد أو على الأقل أي رد فعل من جانب المصادر العسكرية الروسية للتعليق على ما حدث. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا سيد يفغيني سيدروف المحلل السياسي الروسي ضيفي عبر سكايب من موسكو. شكرا جزيلا للدكتور يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من اسطنبول. شكرا أيضا لسيادة العميد أحمد الرحال المحلل العسكري والاستراتيجي أيضا من اسطنبول. شكرا أكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة، أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة بأمان الله.